السلام عليكم أعزائي. الجزء الحادي عشر من أسئلة المستوى الثاني سيشهد أحداث متسارعة. يبدأ بنقطة تتحرك على دائرة قبل الانتقال إلى شاحنتين تسيران على طريقين متعامدين. بعدها سنشهد حادث مروع لسيارة اجتازت إشارة مرورية حمراء. بعدها سننتقل إلى عملية إرهابية تعرض لها قطار وهو يسير على سكته، قبل أن نشهد انقضاض لصقر على أرنب قد نجاه الله منه بصعوبة. كونوا معي. أولادي، عام 1996 كان هذا السؤال، وربما أسهل بكثير من سؤال الكتاب جد نقطة أو أكثر تنتمي إلى الدائرة. X تربيع زائد Y تربيع ناقص 4 X يساوي 4. عندها يكون معدل تغير X بالنسبة للزمن مساويا إلى معدل تغير Y. إذن يفترض أن السؤال سهل جدا، أريد تحاول تحل بنفسك وبعدين تجي تتأكد من صحة الحل. فرض المتغيرات بأسماء معينة ده يقول لي جد نقطة أو أكثر، راح أكيد أفرض النقطة، راح أجي أقول نفرض خلي تكون هذه نقطة M X Y تنتمي إلى من؟ إذن هذه تنتمي إلى الدائرة. فرض المتغيرات بأسماء معينة، إيجاد علاقة بين المتغيرات. ماخذين ملاحظة مهمة جدا جدا وهي الملاحظة الخاصة رقم 3، تقول إذا تتذكر إذا وجدت معادلة منحني في سؤال ما خاص بالمعادلات الزمنية وكانت هناك نقطة تتحرك على هذا المنحني، فربما تكون معادلة المنحني علاقة أساسية وربما تكون علاقة ثانوية. متى تكون علاقة ثانوية؟ إذا كانت هذه النقطة المتحركة قيل في السؤال معدل ابتعادها أو اقترابها عن نقطة ثابتة معلوما أو مطلوبا، عندها اتفقنا بأن العلاقة الأساسية قانون المسافة والعلاقة الثانوية معادلة المنحني. ولكن إذا كانت النقطة فقط تتحرك على المنحني ولا يوجد لها ارتباط مع أي نقطة ثابتة خارجية، فإن معادلة المنحني تكون علاقة أساسية. فرض المتغيرات بأسماء معينة، إيجاد علاقة بين المتغيرات، اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن، يعني معناها 2x dx على dt زائد 2y dy على dt ناقص 4 dx على dt يساوي 0. لو تتذكر سؤال الكتاب اللي حليناه في أسئلة المستوى الأول كانت x تربيع زائد y تربيع ناقص 4x أو زائد 4x ناقص 8y يساوي 108. إذا هذا السؤال الواي ما موجود، صار اشتقاقه أقصر وأسهل. بما أنه يقول لك بالسؤال عندها يكون معدل تغير X بالنسبة للزمن يساوي معدل تغير Y بالنسبة للزمن، لو كلها أسويها بدلالة DX على DT، لو كلها أسويها بدلالة DY على DT، إذا خلي أسويها كلها DX على DT، 2X DX على DT زائد 2y ايضا dx على dt ناقص 4 dx على dt يساوي 0. هسه بهالمرحله راح اقسم كل المعادله على 2 dx على dt. صار عندي هسه صار عندي x زائد y ناقص 2 يساوي 0. وصلت الى مفترق طرق، لو اقول x تساوي، لو أقول Y يساوي. تتذكر اتفقنا على ملاحظة من أيام الفصل الثاني، قلت لك إيش وقت ما يوقف السؤال بدلالة X و Y تعتبره معادلة رقم 1 وتعتبر السؤال الأصلي معادلة رقم 2. إذا أردت أقول الـ X تساوي 2 ناقص Y راح أعوضها مرتين، بس إذا أقول Y يساوي 2 ناقص X راح أعوضها مرة واحدة. إذن هنا على الأحوط استحبابا أن أقول الواي تساوي 2 ناقص X، هذه معادلة رقم 1، على الرغم من أن X تساوي 2 ناقص Y أيضا صحيحة،
هسه راح اعتبر السؤال الاصلي معادله رقم 2 اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 4 اكس يساوي 4. هذه معادله رقم 2. راح اجي اعوض 1 في 2 ومكان كل واي راح اعوض 2 ناقص اكس، يعني راح يصير اكس تربيع زائد 2 ناقص اكس تربيع ناقص 4 اكس تساوي 4. اذا يؤدي الى اكس تربيع مكانها، بالتاكيد هذا راح اسويه مربع حدانيه، يعني معناها 4 ناقص 4 اكس زائد اكس تربيع ناقص 4. اصفر المعادله ناقص 4 اكس عفوا اصفر المعادله راح يصير ناقص 4 تساوي 0. ربما هناك اخبار سعيده، اكس تربيع زائد اكس تربيع هو 2 اكس تربيع ناقص 4 اكس، وناقص 4 اكس هو ناقص 8 اكس. 4 ناقص 4 0. راح اجي اسحب 2 اكس عامل مشترك، راح يصير عندي اكس ناقص ماذا؟ ناقص 4 يساوي 0. اذا كان حاصل ضرب قوسين يساوي 0، اما القوس الاول يساوي 0 او القوس الثاني يساوي 0، اذا اما شنو هو؟ اكس تساوي 0 او ماذا؟ او اكس تساوي 4. الصفر من اجي اعوضها هنا 2 ناقص 0 معناها الواي تساوي 2، الأربعة من نعوضها هنا راح يصير عندي الواي تساوي 2 ناقص 4 سالب 2، اذا معناها دا يقول لي جد نقطة او اكثر، راح اقول 0 2 وشنو 4 سالب 2، هذه تنتمي الى الدائرة. اذا دا اسمع صوت احد طلبتنا الاعزاء يقول لا تروح تعوف هذا السؤال، وتروح انت قلت لنا قبل سؤال اخذناه الاكس طلع الصفر او الواي تساوي صفر وهملتها، ايش معنى بذاك السؤال اذا تتذكر ابو الثلثي؟ ايش معنى بذاك السؤال الصفر هملته؟ ايش معنى بهذا السؤال الصفر ما هملته؟ اقول لك ارجع شوف المحاضره مره ثانيه، قلت لك الصفر لا يتم الوثوق به الا بعد ان يحقق مشتقة العلاقه الاساسيه، وإذا وجد تربيع الطرفين قبل التربيع. إذا طلع عندي الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن أقبل الصفر ولا يهمك، إذا طلع الطرف الأيسر لا يساوي الطرف الأيمن ما أقبل الصفر. إذا مشتقة العلاقة الأساسية هنا ورا ما قسمت على شنو؟ ورا ما قسمت على 2 دي اكس على دي تي، خلي أعوض بالعلاقة الأساسية، أعوض الصفر والثنين. إذا طلع الجواب صفر إذا أقبله صفر، إذا ما طلع صفر ما أقبله، خلي نعوض سوا. هذا صفر واثنين ناقص اثنين صفر، إذا صار عندي الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، إذا الصفر من ضمن النقاط التي تحقق هذا السؤال، إذا سيكون الصفر اثنين وأربعة سالب اثنين تنتمي إلى الدائرة، انتهى حل هذا السؤال. عودة مرة أخرى إلى الموزابوك، خلي نشوف أسئلة المثلثات القائمة الزاوية شكو بيها، شنو بيها من مشاكل، شنو الأفكار اللي تكون منهجية ولكن ثقيلة نوعا ما. إذن وياي إلى الموزابوك. إذن أعزائي المحاضرة 11 والمستوى الثاني الوزاري، ورأيتم قبل قليل سؤال 1996 دور أول جد نقطة أو أكثر تنتمي إلى الدائرة، وأعرض عليكم الحل مرة أخرى من أجل الاستفادة، ودشوف هذا الحل التفصيلي ومجموعة الحل الكاملة يمكن التقاط صورة لهذا الحل. إذن سؤال آخر، طريقان متعامدان تسير سيارة على الطريق الأول بسرعة 80 كيلو متر بالساعة، وتسير سيارة على الطريق الثاني بسرعة 60 كيلو متر بالساعة، جد معدل ابتعاد السيارتين بعد مرور ربع ساعة. إذن أعزائي السؤال لا يخلو من إشكال لغوي بسيط، المفروض يقول لي السيارتين انطلقتا من نفس النقطة، ولكن من قال لي طريقان متعامدان انطلق السيارة، إذن فيه إشكال. خلي نشوف الحل التفصيلي لهذا السؤال. حياكم الله. 2009 دور أول، طريقان متعامدان تسير سيارة على الطريق الأول
بسرعة 80 كيلو متر بالساعة وتسير سيارة على الطريق الثاني بسرعة 60 كيلو متر بالساعة. إذا خلي أرسم هذه الطريقين، إذا هذا الطريق الأول وهذا الطريق الثاني، وأصبح لدينا مثلث قائم الزاوية، سيارة تسير على الطريق الأول وسيارة أخرى تسير على الطريق الثاني. إذا كانت هذه السيارة تسير فلا بد أن هذا الضلع متغير، إذا هذه السيارة أيضا تسير هذا الضلع أيضا متغير. كلما تبتعد كل من السيارتين إذا الوتر في المثلث القائم الزاوية سيكون متغير أيضا. إيش جاي يقول لي بالسؤال؟ تسير سيارة على الطريق الأول بسرعة 80 كيلو متر بالساعة، إذا هذا سميته أكس هذه السيارة الأولى، إذا راح أقول دي أكس على دي تي يساوي 80. وإذا يقول لي تسير سيارة على الطريق الثاني بسرعة 60 كيلو متر بالساعة، إذا راح أقول دي واي على دي تي يساوي 60. وكل من السيارتين في حالة ابتعاد، جد معدل ابتعاد السيارتين بعد مرور ربع ساعة، يعني عندما يكون التي ماذا؟ عندما يكون التي يساوي 1/4، لأن هذا كيلو متر بالساعة هذا كيلو متر بالساعة. السؤال في وقتها لا يخلو من خلل علمي بسيط، الخلل يجب أن يقول بأن السيارتين انطلقتا من نفس النقطة، يعني كأن يكون طريقان متعامدان يلتقيان بنقطة A، يلتقيان في مستودع، يلتقيان في شيء معين، وانطلقت السيارتين من نفس النقطة أحدهما باتجاه الشرق وأخرى باتجاه الشمال. يلا يكون السؤال دقيق علميا، ولكن دا يقول لي طريقان متعامدان، صارت الأولى صارت الثانية، زين أنا مش مدرين الأولى يجوز منها بدت، يجوز منها بدت، يجوز منها بدت. إذن هنا حتى يكون التعبير دقيق جدا يجب أن تكون كل من السيارتين انطلقت من نفس النقطة. على كل، خلي نعامله كأنه السيارتين انطلقت من نفس النقطة. هسه الملاحظة اللي أخذناها سابقا بالملاحظة الرابعة، الملاحظة الخاصة رقم 4، تقول إذا علم ضلعين أو أكثر في مثلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ضلع فيه، زين هو ايش دايري مني بالسؤال؟ دا يقول لي جد معدل ابتعاد السيارتين، دا يريد دي زد على دي تي، فإن العلاقة الأساسية والثانوية ستكون فيثاغورس. أعيد الملاحظة، إذا علم ضلعين أو أكثر في مثلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ضلع فيه، فإن فيثاغورس ستكون علاقة أساسية وعلاقة ثانوية. زين راح تقول لي دول ما معلومين اكس وواي، معلومة سرعة الاكس وسرعة الواي، لا معلومين، بس انت ماذا تشوف؟ ما طول ناطيني الزمن، أنا عندي قانون فيزيائي يقول لي المسافة تساوي السرعة في الزمن. زين إذا معناها الاكس ايش راح يصير عندي؟ من ابدي بالحل راح اقول الاكس تساوي 80 في ايش قد؟ 80 في ربع ويساوي 20. والواي ايش راح تساوي؟ تساوي 60 في ربع وتساوي 15. اذا هسه هذا 15 20 كيلو متر، هذا 15 كيلو متر. اذا علم الان ضلعين في مثلث بشكل مؤقت وطلب معدل تغير ضلع فيه، فإن فيثاغورس سيكون علاقة أساسية وعلاقة ثانوية. إذا فرض المتغيرات بأسماء معينة، إذا هذا فرضت X، هذا فرضت Y، هذا فرضت Z. إيجاد علاقة بين المتغيرات، العلاقة ستكون Z تربيع تساوي X تربيع زائد Y تربيع. زين اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن كلها في حالة تغير، يعني المشتقة ايش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير 2z، شنو هو؟ dz على dt يساوي 2x
دي اكس على دي تي زائد 2 واي دي واي على دي تي. زين الاكس عندي، الواي عندي، دي اكس على دي تي عندي، دي واي على دي تي عندي، ده يريد الدي زد على دي تي. صارت عندي مشكله وين؟ صارت عندي مشكله بالزد. اذا راح ارجع للصلاحيات الممنوحه الي، تقول لي المتغير الدائم يجوز تعويضه قبل الاشتقاق لايجاد قيمه متغير دائم اخر ليتم تعويضهما معا. ايش وقت؟ عافيه بعد الاشتقاق. يعني راح اجي على صفحه اقول زد تربيع تساوي 20 تربيع 400 و 15 تربيع 225، يعني معناها الزد تربيع تساوي 625، يعني معناها الزد يساوي 25. اذا انتهت كل المشاكل الان. هذه سويتها على حده. اذا ايش راح يصير عندي؟ 2 في 25 هذا 50، دي زد على دي تي يساوي 2 في 20 ايش قد؟ 40. 40 في 80، 4 في 8 32، يعني 3200 زائد 2 في واي، الواي 15 يعني صار 30. 30 في 60، 3 في 6 18 0 0 1800. اذا راح يصير 50 دي زد على دي تي يساوي 5000، يعني معناها راح يصير دي زد على دي تي يساوي 5000 على 50 اللي هو 100 كيلو متر بالساعة. اذا هذا هو معدل ابتعاد السيارتين. زين ايش وقت نضيف الى السؤال نكهة اضافية؟ لو قيل ان هذين الطريقين المتعامدين يلتقيان بنقطة اي، هذه نقطة اي، وكانت السيارة الأولى تبعد عن أي مسافة مثلا 10 كيلومتر، والسيارة الثانية تبعد عن أي مسافة 20 كيلومتر، وبدأت السيارة الأولى بالانطلاق شرقا وبدأت السيارة الثانية بالانطلاق شمالا، إذا هذا راح أسميه أكس وهذا راح أسميه واي وهذا راح اسميه زد. يقول لي دي اكس على دي تي 80، يقول لي دي واي على دي تي 60، شنو العلاقه اللي راح اكتبها؟ راح تصير زد تربيع مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين، يعني معناها اكس زائد 10 تربيع زائد شنو هو؟ راح تصير واي زائد 20 تربيع. اذا هذه العلاقه التي يتم اشتقاقها لأن السيارتين لم تنطلقا من نفس النقطة، ولكن قلت لك قبل شوية لأنه لم يحدد، لكن كان أكو سهو في السؤال، كان يفترض أن يقول أن السيارتين انطلقت من نفس النقطة. خلينا نشوف السؤال الوزاري اللي بعده راح يحمل نفس الفكرة بالضبط، ولكن السؤال كان أسهل بكثير من هذا السؤال. إذا كونوا معي أعزائي. يفترض أن تكون الصورة واضحة، وسؤال 2018 و 2019 أحيائي بنفس الفكرة. تحركت سيارتان، الأولى باتجاه الشرق والثانية باتجاه الشمال، واحدة بسرعة 40 واحدة 30، ما معدل تغير المسافة بين السيارتين عندما تكون الأولى قد قطعت 4 كيلو متر والثانية قد قطعت 3 كيلو متر؟ ما أريد أطيل عليكم، خلينا نشوف الحل لهذا السؤال. حياكم الله مرة أخرى أعزائي. 2018 دور أول أحيائي خارج بلادنا الحبيبة. من مستودع تحركت شاحنتان بطريقين متعامدين، إذا أصبح الآن التعبير اللغوي دقيق جدا. إذا معناها الشاحنتين انطلقت من نفس المكان. الشاحنة أي بسرعة 40 كيلو متر بالساعة شرقا، إذا هنا هذا هو المستودع. الشاحنة أي بسرعة 40 كيلو متر بالساعة شرقا، إذا راح أجي أقول دي أكس على دي تي، إذا عجبني هذا أسميه أكس، يعني معناها 40. زين والشاحنة بي بسرعة 30 كيلو متر بالساعة شمالا،
إذا هذه راح تكون باتجاه الشمال، هذه راح أسميها واي. إذا معناها دي واي على دي تي يساوي 30. زين، إيش جاي يقول لي بالسؤال؟ ما معدل تغير المسافة بين الشاحنتين عندما تكون الشاحنة أي على بعد 4 كيلومتر؟ يعني معناها عندما يكون الاكس يساوي 4 كيلومتر بعدها عن اي، والشاحنة بي على بعد 3 كيلومتر من المستودع، اذا معناها الواي يساوي 3. ايش داير مني بالسؤال؟ دا يريد هذا ايضا اكيد في حالة تغير، هذا راح اسميه زد، اذا معناها دا يريد من عندي دي زد على دي تي. إذن السؤال أسهل بكثير من السؤال القبله. ليش؟ لأن العلاقة الأساسية ستكون فيثاغورس، يعني Z تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع. هذا فيثاغورس راح أستفيد منه مرتين، أعوض الـ X وأعوض الـ Y حتى أستخرج الـ Z، يعني معناها راح يصير Z تربيع يساوي 4 تربيع 16، 3 تربيع 9 ويساوي 25، يعني معناها الزد يساوي 5. هسه راح ابدي بالاشتقاق، يعني راح يصير عندي 2 زد دي زد على دي تي يساوي 2 اكس دي اكس على دي تي زائد 2 واي دي واي على دي تي. هسه تعويض مباشر، كلها عندي معلومه، 2 في 5 راح يصير عندي 10، دي زد على دي تي يساوي 2 في 4 8، 8 في 40 يعني معناها راح يصير 320 مو، زائد 2 في 3 6، 6 في 30 راح يصير عندي 180، يعني راح يصير 10 دي زد على دي تي، هذا راح يساوي 500. اذا معناها الدي زد على دي تي يساوي 500 على 10، يعني معناها 50 كيلومتر بالساعة. كان السؤال سيكون أكثر جمالا لو أن في السؤال لم يعطي هذه المعلومة، ولكن بدلا أن يعطي هذه المعلومة يقول جد معدل ابتعاد الشاحنتين بعد مرور 6 دقائق. بعد مرور 6 دقائق، زين شو أسوي هنا؟ ما طول هنا الوحدة كيلومتر بالساعة، كيلومتر بالساعة، الساعة تساوي 60 دقيقة، حتى أحول الدقيقة إلى ساعة لازم أقسم على 60، إذا معناها راح يصير 6 على 60 تساوي شقد؟ تساوي 0.1، إذا معناها راح يصير التي تساوي 0.1، إذا الزمن هو 1 بالعشرة، راح اقول الاكس تساوي السرعه في الزمن 40 في 1 بالعشره تصير 4، والواي راح تصير 30 في 1 بالعشره يساوي 3، ويكون نفس الحل لهذا السؤال. اذا انتهى سؤالنا هذا، سنكون معكم من خلال شاشه الموزابوك لثلاثه اسئله فيها اشكالات لغويه، سوف نتحدث عن هذه الإشكالات بشكل مفصل إن شاء الله، وسأخبرك بكيف تم التعامل مع هذه الإشكالات عند فحص الدفاتر الامتحانية. مرة قيل أن هناك إشارة مرورية حمراء، يعني أكو فد ترافيك لايت، ترافيك لايت أنت تعرف ترافيك لايت بثلاث أضوية حمراء وصفراء وخضراء، يقول لي اجتازت سيارة مسرعة إشارة مرورية حمراء ارتفاعها 3 متر وحدثت حالة اصطدام مروعة في هذه اللحظة. زين، هذه الإشارة هل هي عمود أم الإشارة معلقة؟ سنبين ذلك بعد قليل إن شاء الله. ومن ثم تحدث في وقت لاحق وسنة أخرى عن قطار يسير على سكة وبعد أن اجتاز شجرة ارتفاعها 3 متر، كيف كان هذا الاجتياز؟ هل كانت الشجرة على السكة؟ لو كانت الشجرة على أطراف أو على أحد كتفي السكة
فيه إشكال كبير راح نشوفه بعد شوية. وسؤال آخر سبب إرباك بعض الإرباك إلى لجان الفحص وطلبتنا الأعزاء عندما قام الصقر بالهجوم على أرنب من أعلى شجرة، وقد نجى الله الأرنب بإعجوبه من هذا الهجوم. إذن ارجع وياي إلى الموزابوك حتى نشوف عملية الهجوم وكيف تمت عملية المباغتة. حياكم الله أولادي. 2010 تمهيدي جابوا سؤال يشبه سؤال 97 أو 99 ما أتذكر، حكيناه قبل شوية، سؤال لترافيك لايت، وعندما شاهدتم الحادث المروع الذي اصطدمت فيه السيارة مع سيارة أخرى نتيجة اجتيازها للإشارة المرورية الحمراء التي ارتفاعها 3 متر، وقلت لك هذه الإشارة لترافيك. حياكم الله طلبتي الأعزاء. عام 1997 دور أول، سيارة تسير بسرعة 30 متر بالثانية. إذن هذه سرعة السيارة، اجتازت إشارة مرورية حمراء ارتفاعها 3 متر. إذن هذه الإشارة هل هي عمود أم هل هي غير ذلك؟ إذن هنا دا يقول اجتازت إشارة مرورية حمراء، يعني يفترض هنا هذه إشارة وأنت شايف الإشارة المرورية بها 3 قلوبات، واحد من القلوبات هنا لازم يكون قلوب أحمر، والسيارة اللي اجتازت هذه الإشارة المرورية التي ارتفاعها 3 متر، يعني تمت عملية الاجتياز من هنا، وكان سرعة السيارة 30 متر بالدقيقة. زين، إشارة مرورية حمراء ارتفاعها 3 متر عن سطح الأرض، وبعد أن ابتعدت عنها مسافة 3 جذر 3 اصطدمت بسيارة أخرى. إذن صار عندي هنا مثلث قائم الزاوية، أكيد هذا الضلع في حالة تغير X وهذا الضلع في حالة تغير Y، وارتفاع الإشارة هو 3 متر. ولكن المشكلة اللي صارت بهذا السؤال بالامتحان الوزاري من يقول لي وبعد أن ابتعدت عنها مسافة 3 جذر 3، هذه 3 جذر 3 هل تمثل بعد السيارة عن قاعدة الإشارة المرورية أم بعدها عن قمة الإشارة المرورية؟ صار لغط كبير في الكونترول وبين الطلاب أيضا، منهم من يفسر هذه 3 جذر 3 بعدها عن قاعدة الإشارة، يعني قال أكس هو 3 جذر 3، وبعضها من كان يفسر بأن الواي هو 3 جذر 3، وفي واقع الأمر بأن التفسيرين فيهما إشكال، على الرغم من أن الإجابة النموذجية في وقتها عام 1997 أعطوا درجة كاملة لمن اعتقد بأن الأكس هو 3 جذر 3 ولمن اعتقد بأن الواي هو 3 جذر 3، ولكن على هذا الرسم كلا التفسيرين يعد خاطئا. ليش؟ لأن الإشارة لا يمكن أن تكون بنص الشارع، الإشارة صايرة على الرصيف، وإذا صايرة على الرصيف والسيارة تمر منا فبالتأكيد ما راح يكون عندي مثلث قائم الزاوية. إذن السؤال يعتبر صحيحا إذا كانت الإشارة معلقة، يعني مو على عمود، إذا كانت الإشارة معلقة. بهالحالة من يقول لي وبعد أن ابتعدت عنها مسافة 3 جذر 3 فبالتأكيد سيكون هنا الواي 3 جذر 3، وسأعرض لك التفصيل لهذا السؤال من خلال الإجابة التي ستشاهدونها الآن. أعزائي، التلميح الذي تشاهدونه الآن، هذا السؤال لكي يكون منطقيا يجب أن تكون الإشارة المرورية معلقة والسيارة تمر من تحتها مباشرة، لأن الإشارة إذا كانت عمود فالسؤال سيكون فيه إشكال كبير، أي أنه إذا كانت الإشارة تقع أعلى عمود مستقر على الأرض عندها يجب أن يكون العمود على الرصيف ولا يمكن أن يكون في وسط الشارع، وإلا اصطدمت السيارة به.
إذن الجواب الذي ذكر وزاريا اعتبره شنو؟ اعتبروا عندما تكون وبعد أن ابتعدت عنها مسافة 3 جذر 3، يعني معناها الواي 3 جذر 3. إذن هذا الضلع في حالة تغير، هذا الضلع في حالة تغير، وارتفاع الإشارة عن الأرض ثابت. إذن مثل ما شفنا بأكثر من سؤال قبل شوية بأن الواي تربيع يساوي اكس تربيع زائد 9، راح استفيد منه مرتين. مرة استخرج الضلع المفقود، يعني راح اعتبرها علاقة ثانوية، ومرة اشتق وسيكون التعويض المباشر. والجواب النهائي هو 10 جذر 6 متر بالثانية، واللي في وقتها اللي معوض اكس تساوي 3 جذر 3، فراح يصير عندك واي تربيع تساوي 27، 3 جذر 3 تربيعها 27 زائد 9، يعني معناها 36، معتبر الواي تساوي 6، وبعدين مشتق ومعوض اكيد راح يطلع لي غير جواب، والجوابين اعتبروها صحيحة ونطوهم درجة كاملة. هسه اذا اجى هذا السؤال بالوزاري ما يصير تعتبر الإشارة عمود، لازم تعتبرها معلقة حتى يكون السؤال صحيح. إذن هذا ما يخص السؤال الذي أمامكم. يمكنكم التقاط صورة لهذا الجواب قبل الانتقال إلى السؤال اللاحق. إذن أعزائي أهلا بكم أعزائي، عام 2017 دور ثالث أحيائي داخل العراق، كان أيضا سؤال لا يخلو من إشكال. وقف صقر على قمة الشجرة ارتفاعها 30 متر. لو أجي ألاحظ ده يقول لي ارتفاع الشجرة 30 متر، يعني معناها هذه الشجرة الصقر هنا واقف فوق الشجرة. لاحظ أرنب فطار نحوه، زين. هسه هذه الشجرة ارتفاعها 30 متر، هذه الشجرة آمنا بالله ارتفاعها 30 متر والصقر واقف هنا. لاحظ أرنب، أكيد الأرنب موجود بالأرض ده يمشي على الأرض، وهذا هو الأرنب. إذن هنا كان عندي مثلث قائم الزاوية، زين. أثناء حركة الصقر اللي الأمر اللي صار شنو؟ هسه الأرنب بدأ ينهزم. إذن لو كان اتجاهه بهذا الاتجاه لو بالاتجاه الآخر، إذن هذا الضلع في حالة تغير، وهذا الضلع في حالة تغير اللي راح اسميه واي. ليش؟ الأرنب من وصل إلى هنا أكيد هذا الضلع في حالة تغير وهذا الضلع في حالة تغير، وارتفاع الشجرة ثابت. ولكن المشكلة اللي صارت بالسؤال بأن قال الصقر تحرك، يعني الصقر بدأ بعملية الهجوم. من بدأ الصقر بعملية الهجوم هذا الارتفاع ما بقى ثابت، يعني هذا الضلع بقى متغير، هذا الضلع في حالة تغير، هذا الضلع في حالة تغير، وكان الإشكال الكبير في هذا السؤال. إذن الجواب اللي كان النموذجي في وقتها بال2017 واللي حلوا به الطلاب، اتصوروا بأن ارتفاع الشجرة ثابت واعتبروا هذا الضلع في حالة تغير وهذا الضلع في حالة تغير، وكتبوا فيثاغورس واشتقوا واستفادوا منه مرتين، مرة طلعوا الضلع المفقود ومرة اشتقوا. إذن الجواب الذي سنطرحه عليكم الآن التلميح. في السؤال الوزاري أعلاه أخطاء علمية ولغوية، ولكي يتم مطابقة الحل النموذجي مع السؤال يجب إعادة صياغة السؤال بالصورة أدناه، يعني الصورة اللي شفتها قبل شوية صورة مو واقعية. ليش؟ لأن الصقر تحرك، حيث أن الصقر يجب أن يبقى واقفا على الشجرة من أجل الاستفادة من ارتفاع الشجرة، وإلا الصقر هذا الصقر دشوبه قدامك، هذا الصقر ما طول تحرك إذن ارتفاع الشجرة بعد ما استفيد منه. هذا الأرنب وهذا الصقر ما طول تحرك الصقر ارتفاع الشجرة بعد ما استفيد منه. إذن خلي أخلي الصقر مكانه، وإن حركة الصقر عند انقضاضه على الأرنب سيجعل البعد العمودي متغيرا بتغير حركته. إذن السؤال حتى يكون صحيح علميا ولغويا يجب أن يكون بالصورة التالية: وقف صقر على قمة الشجرة ارتفاعها 30 متر، لاحظ أرنب مقتربا من الشجرة. شوف حركة الأرنب بالصورة التالية: مقتربا من الشجرة، وكان معدل اقتراب الأرنب من الصقر 80 متر بالدقيقة، يعني معناها ايش راح يصير عندي؟ إذن هنا لازم يكون
هذا في حالة تغير، يقول لي دي واي على دي تي يساوي سالب 80. ليش في حالة تغير؟ جد معدل اقتراب الأرنب من قاعدة الشجرة هذا لازم يطلع أيضا سالب عندما يكون بعده عنها يساوي 40 متر. إذن معناها الصقر بقى مكانه، ربما الصقر خطط للهجوم ولم يهجم. إذن هذا الجواب اللي إجا بالوزاري، قالوا هذا متغير هذا متغير وهذا ثابت، واي تربيع يساوي اكس تربيع زائد 30 تربيع، راح استفيد منه مرتين، مرة اعوض الاربعين حتى اطلع الواي 50، ومرة اشتق وراح يطلع الجواب دي اكس على دي تي يساوي سالب 100. اذا معناها معدل اقتراب الارنب من الشجرة يساوي 100 متر بالدقيقة. اذا السؤال بالصيغة اللغوية امامكم هو هذا السؤال المفروض يكون بالوزاري، ولكن السؤال الذي ورد بالوزاري فيه إشكال لغوي وإشكال منطقي. إذا عاد السؤال مرة ثانية فلازم يكون بهذه الصورة، أرجو ملاحظة ذلك. وخلي نشوف العملية الإرهابية التي تعرض لها القطار أثناء مسيره على السكة وما الإشكال الذي وقع فيه. حياكم الله أولادي، 2010 تمهيدي، جابوا سؤال يشبه سؤال 97 أو 99 ما أتذكر، حكيناه قبل شوية، سؤال لترافيك لايت، وعندما شاهدتم الحادث المروع الذي اصطدمت فيه السيارة مع سيارة أخرى نتيجة اجتيازها للإشارة المرورية الحمراء التي ارتفاعها 3 متر. وقلت لك هذه الإشارة لترافيك لايت إذا كان عمود يصير السؤال غلط، ولكن إذا كانت الإشارة معلقة يعتبر السؤال صحيح. مع الأسف عام 2010 كانت نفس الأرقام بالسؤال، ولكن قالوا شجرة قطار ذو عربة واحدة. إذن هنا عندي قطار دشوف القطار ذو عربة واحدة يسير بسرعة 30 متر بالدقيقة، نفس سرعة السيارة إذا تتذكرها، اجتاز شجرة ارتفاعها 3 متر. إذن هذه شلون راح نرجعها؟ الشجرة ارتفاعها 3 متر، لابد أن تكون الشجرة على يمين أو يسار السكة، وإلا الشجرة سبيل ترافيك لايت، قلت الإشارة معلقة، الشجرة شلون أقول عليها معلقة؟ على كل، الشجرة ارتفاعها 3 متر عن سطح الأرض، وبعد أن ابتعدت عنها مسافة 3 جذر 3، نفس العملية، زين ابتعد عن قمتها عن قاعدتها شلون؟ توقف نتيجة وجود عمل إرهابي على السكة. احسب سرعة تغير المسافة بين القطار وقمة الشجرة. إذا معناها إذا أريد أرسم، إذا خلي أعتبر هذه هي الشجرة والقطار اجتازها بالصورة التالية وقمة الشجرة هذه. فإذا كان ارتفاع الشجرة 3 متر، هذا في حالة تغير، هذا في حالة تغير، هذا السؤال بمشكلتين. المشكلة الأولى بأن الشجرة لا يمكن أن تكون على السكة، ما ممكن، وإلا شلون اجتازها القطار؟ والمشكلة الثانية ودا يقول لي توقف، إذا هنا من توقف بعد سرعته أصبحت صفر، يعني بعد السؤال ما صار معدلات زمنية، يجب أن هنا تكون الحسابات قبل أن يتوقف. إذا هذه صارت عندي مشكلتين، وإذا هذه المشكلة الأولى أعتبر الشجرة على يمين أو يسار السكة، لازم يعطيني بعد الشجرة أقرب مسافة بين الشجرة والسكة، ويكون الحل صعب جدا، لأن راح يكون شكل متوازي مستطيلات وراح أشوفه بعد شوية، وقانون مربع قطر متوازي مستطيلات يساوي مجموع مربعات أبعاده الثلاثة، وهذا القانون ما موجود عندي بالكتاب، وراح أعرضه إن شاء الله في أول سؤال من ضمن الأسئلة الإثرائية راح أشوفه إن شاء الله ما يخص متوازي مستطيلات. إذن السؤال يعتبر خطأ شكلا ومضمونا، ولكن الجواب النموذجي اعتبروا الشجرة صايرة على السكة والقطار اجتاز الشجرة، شلون ما أدري، الله أعلم. المهم القطار اجتاز الشجرة، وراح يكون عندي هذا الضلع في حالة تغير وهذا الضلع في حالة تغير، وأيضا هناك كتبنا فيثاغورس واستفادينا منه مرتين، مرة حصلنا الضلع المفقود ومرة اشتقينا. إذا لو أجي أباوع
هذا السؤال فيه إشكال كبير من حيث المنطوق، لأن الشجرة لا يمكن أن تكون على السكة مباشرة، ولا يمكن تفسير الشجرة على أنها معلقة كما في تفسير سؤال الإشارة المرورية. لذا فإن السؤال على وضعه الحالي فيه إشكال كبير، ولا يمكن أن يكرر في الامتحان الوزاري إلا بعد إدخال التعديل أدناه عليه، ليكون سؤال ليس بسهل. التعديل المقترح يقول أن أقرب مسافة بين الشجرة والسكة هي 3 متر، كما سنفترض أنه يبتعد عن قمتها، وسيصبح الحل بالشكل التالي. إذن حل السؤال هو الذي أمامكم. إذن صار عندك متوازي مستطيلات، وهذا الواي، هذا الواي اللي تشوفه أمامك، هذا يعتبر قطر متوازي مستطيلات. هذا صار عندي مثلث قائم الزاوية ABC، صار مثلث قائم الزاوية، ولكن وين قائم الزاوية؟ في C. وعندي المثلث ADC قائم الزاوية في D. إذن لازم أطبق مبرهنة فيثاغورس مرتين. يلا أجي أقدر أطلع الدي واي على دي تي، ومن المستبعد جدا أن يكون السؤال بهذه الصورة بالامتحان الوزاري. زين، وبعد أن ابتعد عنها، زين، عن قمتها لو عن قاعدتها. إذن هنا لو قيل أن القطار يبعد عن قاعدة الشجرة، إذن بهذه الحالة راح يكون 3 جذر 3، الزد هو 3 جذر 3. زين، وإذا قلت عن قمتها فالزد هو راح يكون 3 جذر 3، الواي عفوا 3 جذر 3، يعني راح يكون جوابين مختلفين. إذن أعزائي هذا الحل هو للإطلاع فقط، ولكن الجواب النموذجي اللي إجا بالوزاري هو هذا الذي أمامكم. إذن عزيزي الطالب، أرجو الالتفات إلى أن السؤال بتفسيره العلمي يستبعد أن يكون ضمن الأسئلة الوزارية، وأن الحل المعروض أمامكم قبل قليل للإطلاع فقط، وكان الحل النموذجي حينها يفترض ما فهمه الطالب من السؤال من أن الشجرة تقع على السكة، أو أنهم أهملوا المسافة بينها وبين سكة القطار، وعليه كان الحل بالصورة أدناه. وإذا ما تكررت فكرة السؤال مستقبلا فعليكم بهذه الطريقة. إذن بعد الشجرة عن القطار من ديقولي وبعد أن ابتعد عنها مسافة 3 جذر 3، إذن راح أعتبر ابتعاد الشجرة عن قاعدتها وليس عن قمتها. إذن راح يصير هذا 3 جذر 3. إذن راح أكتب فيثاغورس مرتين، مرة أعوض حتى أحسب الواي، ومرة أشتق، والجواب راح يطلع 15 جذر 3. إذن بهذا السؤال أعزائي انتهت سلسلة أسئلة المستوى الثاني، وسنكون معكم إن شاء الله مع سلسلة جديدة والمستوى الثالث الإثرائي، وسنبدأ بالمحاضرة الأولى إن شاء الله، وسيكون تسلسلها المحاضرة 12. إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه.